أتواجد الآن في أحد المراكز المختصة والمهتمة بتقديم كافة الخدمات للمركبات وصيانتها، حيث يهتم بعض قائدي المركبات خلال هذه الأيام في تجهيز سياراتهم للاستمتاع بالأجواء الشتوية والطلعات البرية. طبعا بجانب الآن صاحب هذا المركز الأستاذ عبد الكريم مسديس. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الكريم، نرحب فيك عبر قناتي الإخبارية. خليني أسألك عن هذا المركز ومع هالأيام وهالأجواء الحلوة، وش اللي تقدمونه لعملائكم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقدم مركز الصيانة هنا عندنا بكامل الخدمات الخاصة بالمركبات من سمكرة ودهان وميكانيكا وكهرباء. طيب خليني أتكلم معك اللي هو بما يخص موسم الشتاء، وش الخدمات اللي تقدمونها، الخدمات المختلفة سواء ميكانيكية أو كهربائية أو غيرها؟ موسم الشتاء يحرص أغلب الناس على تجهيز سياراتهم من صيانات دورية ميكانيكية لتجنب الأعطال أوقات الأمطار وأوقات الكشتات وأوقات الرحلات البرية. بالنسبة للجانب الكهربائي يحرص الناس على العمل على تجهيز المركبات الخاصة بالبر من جيوب وجموس، من توصيلات كهرب وتمديدات كهرب، من كيبلات كهرب لتمديد الثلاجات، تمديد الأجهزة اللاسلكية للأنوار الجانبية. نرجع للجانب الميكانيكي، يحرص الأغلب على تركيب أنظمة تعليق رياضية خاصة بالكشتات لتجنب الأعطال داخل الطرق الغير ممهدة.